مش كنا نزلنا مصر قعدنا لنا يومين ولا حتى نزلنا اسكندرية؟ منين بس يا فوزية؟ قول انت اه بس ولك صالح. يعني انت فكرك يعني ان مروان ولا اخوك عبد الحكيم هيسيبوني في حالي؟ وما يسيبوكش ليه؟ ده انت لسه عريس جديد. عارفة يا فوزية حتة الأرض الرهيبة اللي احنا شفناها هناك دي تعتبر ملكك؟ ملكي أنا؟ أمال إيه؟ ما أنا دعبست وعرفت إن ليكي كده كام فدان. عارفة أنت الفدان هنا يسوى كام؟ يسوى له كام يعني؟ يسوى له كام يعني؟ بحسبة بسيطة كده تقدري تقولي يطلع لك حوالي 10 مليون جنيه. يا وعدي 10 مليون جنيه؟ أمال أنت فاكرة إيه؟ ده غير بقى الفلوس اللي في البنك اللي سايبها لك ابوك الله يرحمه ومحدش يعرف عنها حاجه غير اخوك عبد الحكيم. طب بس ما تقولش كلام انت مش وعيه. طب اقسم بالله العلي العظيم زي ما بقول لك كده، ولو مش مصدقاني اسالي حضره العمده. عمده؟ عمده مين ده اللي انا اساله؟ انا اسال اخويا حبيبي عبد الحكيم. هو صح انا ليا كتير بس مش للدرجه دي. طب اقول لك على الكبيره. قول. في ارض داخله مباني، عارفه المتر بيتباع فيها بكام؟ المتر ولا الجراط؟ المباني بتتباع بالمتر يا هبلة. عارفة المتر هيطلع بكام؟ بكام يا حدق؟ بتلاتين ألف جنيه. يا لو يديني فدان واحد بس، فدان واحد أبني عليه كده كام بيت وحتة زريبة. أهو الواحد يبقى قاعد في ملكه مش قاعد في أوضة لو قال فيها إحم البيت كله يسمعه. طب يلا يا فالح يلا يا أختي.